نحيي عليا المنبر ديال الحريه بريس اللي بطبيعه الحال حتى هو المنبر اللي طالما عودنا على التغطيه ديال جميع الانتفاضه الاشكال الاحتجاجيه ديال الشعب المغربي ككل والطلبه اللي حتى هما جزء لا يتجزا من هذه المعاناه. طبيعة الحال اليوم الطلبه وديال المركبين الجامعي عند نهر المهرز وسايز خرجوا اول حاجه ضد الاسعار والغلاء ديالها والارتفاع ديالها اللي وصلت لواحد المستويات اللي خياليه واللي ما عمرها ما مرت في التاريخ ديال الشعب المغربي. بطبيعه الحال هذا اللي كيرافقوا واحد الزياده في المواد الاساسيه ديال المواد الاساسيه اللي كيحتاجهم اي بيت من داخل هذا الوطن الجريح، وكذلك بالاضافه ديال الوضعيه الكارثيه ديال الحافلات. خرجوا الطلبه في الاحتجاجات اللي كيناضلوا ضد هذه الوضعيه ديال النقل اللي كاينه من داخل مدينه فاس لواحد الوضعيه اللي كارثيه واللي ما نقدروا نسميو على هذه الحافلات الا بانها خرده. ممكن صندوق الموت يحالفك الحظ وتفلت من هذا الواقع ديال الواقع ديال الجحيم. طبيعه الحال خرجوا هذا النهار الطلبه والطالبات كيحتجوا على الواقع الاسود اللي كيعانيوا منه من داخل هذا الوطن، وبطبيعه الحال اللي مازال في مستقبل الايام حتى مثلا بما اننا واقفين السعر ديال الغازوال ولا ديال الليسانس اللي وصل المستويات الكبيره اللي مثلا كنشوفوا المازوت ولا وصل 16 درهم فاصله 53 فهمتي، واحد الواقع اللي كارثي. هذا الشيء ماشي خصنا نقولوا علاش الطلبه خرجوا يحتجوا، خصنا نطرحوا سؤال اللي بغينا نختموا، علاش مازالين ولاد الشعب ساكتين ضد هذا الواقع ديال التهميش وديال الفقر والتجهيل. وتحيه نضاليه داخل الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، شكرا على التغطيه الاعلاميه. يعني كما كتعرفوا ان الجماهير الطلابيه يعني خرجوا في مسيرات سابقه يعني احتجاجا على مجموعه ديال الاوضاع اللي كيعيش الشعب المغربي واللي كيعيشها الطلاب. اولا يعني كنتو زيادات في الاسعار ومجموعه هذه الممارسات الطبقيه اللي كتنزل في حق ابناء الشعب المغربي قطيبه، وخاصه حنا كنعرفوا ان الشعب المغربي دابا كيعيش واحد الازمه خانقه، خاصه تساقط الامطار ما كاينش، ازمه ديال العطش، يعني مجموعه ديال الاشياء اللي كتعيش اللي كيعيش واحد الاختناق واحد ضيق خناق على الشعب المغربي قطيبه. كذلك الطالبه يعني طلبه عفوا يعني عندهم مطالب من داخل الجامعه، كاين الفتح ديال المطعم الجامعي في وجه جميع الطلبه دون قيد او شرط، كذلك يعني الحافلات، توفير الخطوط المباشره بالنسبه للطلبه، كذلك النقص يعني في ثمن التذاكر. بالفعل لان الانسان اللحظه اللي كيطلع في ذيك الحافلات هو طالع بالفعل يعني في قبور متحركه، يعني غادي لواحد الهاويه، وبالتالي هذه ليست حافلات ترقى بالمدينه وبالساكنه ديال فاس، وكذلك يعني بالطبع اهانه في الحق الانسانيه جمعاء، وكذلك اهانه في حق الطلبه وفي حق يعني الساكنه ديال المدينه. وبالتالي احنا المطالب ديالنا هي جزء من المطالب ديال الشعب، وكنطالبوا يعني بالتوفير ديال الحافلات في المستوى اللي ممكن انها تلقى بالانسان انسان في اخر المطاف. كذلك كاين مطالب اخرى بخصوص المنح الجامعيه، الصرف ديال المنح الجامعيه بالنسبه للطلبه دون قيد او شرط يعني للجامع، يعني هذه المطالب ديال الطلبه، وتحيه نضاليه للجامعه.